السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا لا فيديو جديده. ننصحكم تفرجوا حتى الاخر، راه هادشي بزاف بزاف صراحه والله لا كيضرب في الخاطر والنصب بجد انواع. المهم خليكم مع الفيديو. بنات عافاكم، ردوا البال، ردوا البال من هادوك البنات اللي كيجيو لعندكم كيقولوا لكم شوفي اختي اجي تخدمي من الدار، خاصك غير التليفون والويفي. كيقولوا لكم غادي تخدموا في واحد الشركه، ما كيقولوش لكم سميه الشركه. اولا كيقولوا لكم هاد الشركه كاينه في 28 دوله، ما كيقولوش لكم شنو هما هاد الدول. والا انت مثلا دخلتي تخدمي معاهم فين كاينه هاد الشركه اللي انت خدامه فيها، واش كاينه في فرنسا، واش كاينه في ايطاليا، واش كاينه في بلجيكا، فين كاينه هاد الشركه اللي انت غتخدمي فيها. واش انت غتخدمي في شركه كاينه في 28 دوله؟ فين هي هاد الشركه؟ وريها ليا خصني نشوفها بعيني. اوكي، ملي كتدخلي عندهم الواتساب كيقولوا لك خاصك تحطي 60,000 ريال. هذه هي اللي ما كيقولوهاش في الاشهار في الاول. تا كتدخلي الواتساب عاد كيخلطوا لك عقلك، خصهم تكوني بوحدك ما كاين معاك حد باش يرونوا لك عقلك. كيقولوا لك خاصك تحطي 60,000، كاين اللي كيقول لك 100,000، كل واحد وكانتو. انت كتحطي 60,000، باش ترجعي هذيك 60,000 ديالتك خاصك تدخلي 5 الاشخاص. هاد 5 الاشخاص كل واحد خصو يحط 60,000، وحتى هما الا بغاو يرجعوا 60,000 ديالهم حتى هما كل واحد فيهم خاصو يدخل 5 الاشخاص. يعني هذا لعبه هرميه، كل واحد دخلتيه الا بغى يرجع فلوسو حتى هو خاصو يدخل. يعني انت طحتي في الفخ اللي دخلتيهم، حتى هما طاحوا في الفخ باش يرجعوا فلوسهم، حتى هما خاصهم يدخلوا بنادم اللي حتى هو غيطيح في الفخ وهكا دايره. المهم انت مثلا عطيتي 60,000، دخلتي 5 الاشخاص، ياك هاد 5 الاشخاص كل واحد عطى 60,000، ملي هما غيدخلوا ناس اخرين كيقولوا لك راه انت غادي تربحي. الا هاد 5 الاشخاص كل واحد فيهم دخل 5 الاشخاص، انت غادي تربحي، ياك. في الاول كيقول لك مثلا غادي تربحي 120,000، انا كنعطيكم امثله، غادي تربحي 120,000 ياك. باش يثبتوك كيعطيوك هذوك الفلوس، كيقولوا لك ولكن الا زدتي 3 الاشخاص على هذوك 10 الاشخاص اللي دخلتي في الاول، ما عرفتش واش فهمت ولا لا، غادي تربحي 2 المليون. تي كتسمعي 2 المليون كتقولي الله صافي قربت نربح 2 المليون، اشنو خاصني ندير؟ كتشدي انت عطاوك 120,000، من هذيك 120,000 اللي عطاوك كتشدي 100,000 كتعاودي تشاركي بها. وهذيك 100,000 دابا انت باقا ما رجعتيش 60,000 ديالك، باقا ما رجعتي والو. وبعدا في الاول خاصك تلقاي فين هما هاد 5 الاشخاص اللي غادي يبغيو يعطيو 60,000 ولا 100,000 ولا شحال كيطلبوا منك يعني تعطي. فين هما هاد الاشخاص؟ الا ما لقيتيش دوك الاشخاص مشاو لك فلوسك. يعني بحال انا غنبيع لك الحوت في البحر، كنقول لك اجي شري من عندي الحوت، ملي كتعطيني فلوس ديال الحوت اللي شريتي كنقول لك راه هو يعني الحوت راه هو في البحر في الجهه الشرقيه، سير شويه من ليها راه غتلقاي الحوت ديالك تما اللي انا بعت ليك.